ماذا وراء إعلان تركيا عزمها الانضمام إلى الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة؟ ثمة دلالات سياسية من وجهة نظر خبراء تتصدر دوافع تركيا. أولها رسالة الحكومة إلى الداخل التركي الذي عاقب حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية أواخر مارس الماضي في ظل تقارير عن استمرار العلاقات التجارية مع إسرائيل حينها. فالأوساط التركية ترى أن الحكومة تريد اليوم الانسجام مع مطالب قطاع عريض من الشارع المطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل. أما الرسالة الثانية من وراء القرار التركي هي لواشنطن. لماذا؟ يقول محللون إن أنقرة تشعر بخيبة أمل من حواراتها واتصالاتها مع واشنطن بشأن فلسطين وغزة تحديداً، يربطون بين توقيت القرار وتأجيل أو إلغاء زيارة كان مقرراً أن يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة هذا الشهر. الرسالة الثالثة من قرار تركيا الانضمام إلى دعوة دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل موجهة إلى تل أبيب التي شهد الخطاب الرسمي التركي تصعيداً واضحاً تجاهها، فكيف يؤثر ذلك على العلاقة بين البلدين؟ يجمع خبراء أن القرار التركي سيلحق مزيداً من الضرر بالعلاقة المتوترة أصلاً مع إسرائيل، لا سيما في ضوء نتائجه القانونية المرتقبة، ومنها احتمال صدور قرار من المحكمة الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين في حكومته، وهي تداعيات يتوقع مراقبون حدوثها بالرغم من عدم إعلان المحكمة الدولية قبول الطلب التركي بعد. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، اسطنبول.